صدر الحكم على المعارض الفنزويلي ليوبولدو لوبيز 13 عاماً و9 أشهر من السجن بتهمة التحريض على العنف خلال مظاهرات ضد حكومة نيكولاس مادورو عام 2014. لوبيز معتقل منذ فبراير 2014 وهو مؤسس حزب الإرادة الشعبية المعارض. يجب أن يكونوا فخورين بأبيهم، هذا ما سأخبر به مانويلا وليبولدو سانتياغو. لا يوجد في نضال رجل أنبل من النضال لأجل الحرية والعدالة وحقوق الشعب، وهذا ما يفعله ليوبولدو. المعارضة الفنزويلية لم تتقبل ذلك، وهي تستعد للتحرك السياسي من أجل إسقاط الحكم وإطلاق سراح لوبيز. 13 عاماً زمن طويل، ولكن 87 يوماً تمر بسرعة، حيث سيجتمع البرلمان الذي سيقر قانون العفو والمصالحة، مما سيعيد ليوبولدو لوبيز إلى الشارع بقرار سيادي من الشعب الفنزويلي. حزب الإرادة الشعبية لعب دوراً مركزياً في احتجاجات فبراير 2014، وتحمل الحكومة زعيمه مسؤولية سقوط ضحايا خلال هذه الاحتجاجات. قضية ليوبولدو لوبيز باتت رمزاً للصراع بين الحكومة والمعارضة.